بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدنا ان احنا اليوم نشارك في هذه الاحتفاليه اللي الحقيقه تنظمها تتويج. احنا وزاره الماليه بدوله الكويت، واحنا الحمد لله من الحاصلين على جائزه، ويشرفنا ويسعدنا ان نستلم هذه الجائزه كممثلين عن وزاره الماليه بدوله الكويت، وباذن الله ان شاء الله نلتقي في مناسبات يعني مماثله بالمستقبل. أكيد، أهلا وسهلا. بدنا رأيك بالوضع الحالي بالنسبة للحكومة الإلكترونية بالمنطقة العربية. أنا أتوقع في تطور كبير جدا، والحكومات مهتمة خاصة في منطقة الخليج، تنافس كبير، دخول قوي من الحكومات لتقديم خدمات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، والآن هي تنتقل كذلك إلى الخدمات الذكية التفاعلية بين المواطن وبين المؤسسات الحكومية. وبالتالي يعني إحنا كذلك في وزارة المالية بالكويت يعني لنا نشاط ولنا دور حقيقة بقيادة جهاز تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، اللي إحنا كلنا نعمل تحت مظلته.